أكد اثيوبيا تذهب الى يعني بتسبب ازمات. اثيوبيا بتستمر في النهج الخاص بها باثاره القلاقل مع الدول ومع الجيران، وايضا تهدد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. استاذ سفير محمد حجازي، مساء الخير على حضرتك. اهلا استاذ احمد. تحرك مصر الان في هذا الخطاب المهم الى رئاسه مجلس الامن الدولي بما تحمله من عبارات، ومصر قالت بشكل واضح خلاص بعد 13 سنة انتهى مسار التفاوض. أوقفت مصر المفاوضات رغم بعض المحاولات والرسائل الإثيوبية. رسالة الوزير دكتور بدر عبد العاطي اليوم لمجلس الأمن هو تحميل المؤسسة الدولية المعنية بالسلم والأمن مخاطر التصرفات الإثيوبية والإجراءات الأحادية وما يشكله سد الإثيوبي من مخاطر على المنطقة وأمنها واستقرارها، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين. ومن ثم خاطبنا المؤسسة المعنية، وفي ذلك إحاطة من قبل مصر بأنه لو لم يتحرك المجتمع الدولي فلمصر وفقا لقواعد القانون الدولي كما ذكر البيان والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن الدولة التي يتهدد أمنها الخطر من حقها الدفاع عن نفسها لحين صدور قرار من مجلس الأمن مستخدمة في ذلك الوسائل التي تراها ملائمة. حتى الآن فتحت مصر المجال كان مفتوحا على مدار 12 عام من المماطلة الإثيوبية، ومن قواعد التفاوض الأساسية حسن النية، عدم الرغبة الإثيوبية في التوصل لاتفاق كانت واضحة، وكانت الإجراءات الأحادية والإمعان فيها والتصريح بها بشكل مستفز كما تابعنا رئيس الوزراء أبي أحمد خلال الأسبوع الماضي، أمور كلها تستدعي من مصر تحرك. وأتمنى أن يواكب هذا التحرك يا أستاذ أحمد مجموعة من الدبلوماسيات الخشنة المجاورة، أي أن نخاطب مثلا الاتحاد الإفريقي حتى نكون أيضا قد استنفذنا البعد الإقليمي، مهما كان الحديث عن دعم الاتحاد الإفريقي أو تواطؤه أو تأخره في اتخاذ إجراءات ضد الإجراءات الإثيوبية. الأمر الثاني رسائل يحملها مبعوثون من السيد الرئيس إلى رؤساء دول وحكومات حتى يتم إحاطتهم بمخاطر الوضع الراهن، خاصة وأن الرئيس الأوغندي دعا في أكتوبر القادم لقمة لرؤساء دول حوض النيل حتى يمرر اتفاقية غير مكتملة وغير قانونية، هي اتفاقية الاتفاق الإطاري لتأسيس مفوضية لحوض النيل. ونعلم جميعا أستاذ أحمد أن أي تعامل إجرائي مؤسسي أو قانوني مع نهر دولي لابد أن يكون وفقا لاتفاقية مكتملة، والسيف محل أو اتفاقية الإطارية محل خلافات في نقاط عديدة من جانب مصر والسودان. أن الاتفاقية التي تدير نهرا دوليا لابد أن تشمل دول المنابع ودول المصاب على حد سواء، وإلا باتت مفوضية أو منظمة شبه إقليمية كما هي منظمة حوض نهر كاجيرا على سبيل المثال، أو حوض نهر حوض بحيرة فيكتوريا، هي لن تزيد عن ذلك وستبث الفرقة والانقسام في حوض النهر وتقدم النهر كنهر منقسم. وعلينا أيضا أن نتدرس إذا ما كان هذا المسعى في اتجاهه أن نعمل من أجل إنشاء منظمة لدول المصاب أيضا، مصر والسودان ربما إريتريا وربما مفتوحة العضوية لمن يرغب من دول حوض النيل. أي أن الدبلوماسية الخشنة والهجوم بالشكل الذي يتوافق مع حجم الضرر الذي يمكن لإثيوبيا أن توقعه متجاهلة في ذلك وبشكل واضح وصريح إعلان المبادئ، والحديث المصري دوما عن التنمية والحق في الحياة، الحديث عن نهر دولي متكامل الأركان تتوافق فيه السدود في البلدان الثلاث، وربما يعني كانت العناية الإلهية بجوارنا والسودان وباقي دول المنابع عندما تخطط الفيضانات الأربعة الأخيرة الحواجز العالية، وبالتالي
كان باتت السدود في البلدان الثلاث ممتلئة، ولكن الامتلاء الذي لا يضمن الاستمرارية، فأنت لا تستطيع أن تبني سياسة زراعية على ماء قد تصرفه وقد لا يأتي لك العام التالي. وبالتالي عندما تتحدث مصر عن سنوات الملء، هي تتحدث عن ملء متكرر ليس لمرة واحدة، وتتحدث أيضا عن سنوات عن الإدارة والتشغيل، لأنك لا يمكن أن تصرف مياه وأنت لا تعرف جارك أو الدولة السابقة لك في المصب أو في المنبع ما الذي ستقوم طيب سعادة السفير بتصريفه على حجازي، احنا سبيل رحنا قبل كده لمجلس الامن من 3 سنوات بالضبط، ومجلس الامن حال الموضوع للاتحاد الافريقي، فشل الاتحاد الافريقي في ايجاد اي شيء بدون اي حل، وبالتالي وصلنا للملف اللي احنا فيه النهارده. مصر قالت خلاص ما فيش تفاوضات تفاوض بعد ذلك، ماذا على مجلس الامن ان يفعله بعد تلقي هذا الخطاب من مصر؟ شوف، حتى إذا ما كان متوقعا ألا يتدخل مجلس الأمن في الأمر أو يعقد جلسة بهذا الشأن، فأنت بتصدر الإنذار وتضيء الأضواء الحمراء وتنبه أننا قد استنفذت 13 عاما من المفاوضات، وكان آخرها بدعوة من الرئيس أبي أح رئيس الوزراء أبي أحمد والسيد الرئيس، أي دعوة على مستوى القمة لها متانتها، استخدم فيها الجانب الإثيوبي كل أساليب التسويف والعنت، ويعني حتى مدرس التفاوض، أنا درست تفاوض، التوافق يتم عندما يكون هناك حسن نية، وحسن النية وعدم وجود سقف للموقف الإثيوبي بات واضحا، هي تستدرج المشهد كي تدعي أن السد بات يحمي نفسه بنفسه. على الإطلاق السد سيحمي نفسه بنفسه، المقولة الإثيوبية، عندما تتوافق مع دول المصب. نحن نتحدث عن منحة إلهية المياه، ليست بترول وليست ملكا لأحد دول المنابع، هي ملك لكل الدول المتشاطئة حسب القانون الدولي. منحت إثيوبيا فرصا عديدة للتواصل مع مصر، وتوافقت معنا في مباحثات واشنطن التي أشرفت عليها الإدارة الأمريكية ونقضت وعدها، ومن قبل توصلنا في 2007 في بوجامبورا لاتفاق كان كفيلا بحل إشكالية الاتفاقية الإطارية وحقوق مصر التاريخية المكتسبة التي لا يمكن قانونا المساس بها. تعلم يا أستاذ أحمد أن الأراضي حتى التي بني عليها هذا السد وفقا لاتفاقية 1902 مع منلك الإمبراطور الإثيوبي منلك الثاني، كانت إثيوبيا مستقلة، كانت إمبراطورية دون احتلال، ووقعت بكامل إرادتها على مبادئ تنص على عدم القيام، يعني الأرض التي بني عليها السد كانت أرضا سودانية، وهي منحت لتقوم إثيوبيا اللي هي بزراعتها شنقول. شريطة بني شنقول، شريطة ألا تقيم أي منشأة هندسية تعرقل وصول المياه لدولتي المصب السودان ومصر. هنا ايضا يا استاذ احمد حقيقه قانونيه واضحه ان كل الاتفاقيات المائيه التي تعتز بها مصر هي اتفاقيات في اغلبها حدوديه، اي بوردر اجريمنتس، لها قدسيه، وفي ميثاق منظمه الوحده الافريقيه كل الاتفاقيات الحدوديه حتى الكولونيال، كلمه كولونيال أو الاستعمارية هو مصطلح أيضا قانوني موضوع في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، الحفاظ على الحدود الجغرافية الاستعمارية التي ورثتها الحكومات الإفريقية، وأيضا هناك قضية ورثتها توارث المعاهدات، أي أن الرئيس جمال عبد الناصر يرث ما وقعه الملك فاروق، والرئيس السادات يرث ما وقعه جمال عبد الناصر، وهكذا دواديك. علينا أن ندرك أن الاتفاقيات المائية هي اتفاقيات حدودية، هي ترسم الحدود بين بلداننا في دول حوض النيل، لا يمكن نقضها ولا يمكن الخروج أو التنصل منها، كما أن ما ورد بشأن المياه بداخلها يا أستاذ أحمد هو سطر أو مادة تقول أنه لا يجوز القيام ببناء سدود تحول دون وصول المياه إلى دول المصب فقط. في كل الاتفاقيات، سعادة ليس السفير كل حجازي، شايف الاتفاقيات، لهجة البيان المصري اليوم مختلفة عن بيانات سابقة؟ بالفعل هو بيان جاد وصارم ويتلائم مع ظروف المرحلة ويتوافق مع
التحدي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإثيوبي، ولكن كما ذكرت يا أستاذ أحمد لابد لإنجاحه من أن يصحبه رسالة لموسى فقيه ينقلها سفيرنا أو يكلف بها أحد المبعوثين، ربما تعين مصر مبعوثا لملف مياه النيل ولما لا، وننتقل أيضا برسائلنا لقادة دول أكتوبر أي قمة أكتوبر المزعومة التي يسعى الرئيس الأوغندي لإقامتها، ولدى وزير الخارجية صلات طيبة جدا بدول حوض النيل. علينا أن ننقل هذه الرسائل أن قمة في أكتوبر تعمل على إدخال منظمة إلى حيز النفاذ لن يقود إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويظهرنا أمام مجتمع المانحين الذي تنشدونه بمظهر منقسم، وعليه علينا أن نتروى حتى يتم التوصل لاتفاق قائم على اتفاقية متفق عليها، السي اف اه أو الاتفاق الإطاري هو محل خلاف في العديد من بنوده، وأي نهر يا أستاذ أحمد كلنا نعلم هو من قسمين، هو من قسم منابع ومن قسم مصب، يعني نحن شركاء في هذا النهر كدول مصب، خروجه للعلن كمفوضية بدون مصر والسودان معناه أننا أعلنا انقسام النهر لمجتمع المانحين فسيعزف، ومعناها أيضا ومن هنا تأتي ميزة أو قيمة الخطاب الهام الذي وجهه السيد وزير الخارجية لرئيس مجلس الأمن، أنه ينير أمام القادة المقدمين على قمة أكتوبر أن هناك مخاطر محدقة بوحدة وصف النهر الدولي طيب نهر النيل، وهناك أيضا أمور يجب التروي في إطلاقها، وإلا صارت منظمات شبه إقليمية لا تعد سعادة السفير تلعب الحجازي، مصالح ربما صحيحة. بيان مصر او رساله مصر لرئاسه مجلس الامن الدولي في السياق ان مصر تظل متابعه عن كثب للتطورات ومستعده لاتخاذ كافه التدابير والخطوات المكفوله بموجب ميثاق الامم المتحده للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه، وانه اللجنه العليا للمياه اجتمعت برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاسبوع اللي فات، واكدت ان اللجنه العليا حق مصر في الدفاع عن امنها المائي واتخاذ التدابير اللازمه لتحقيق ذلك على مختلف الاصعده. ماذا تعني هذه الجمل تحديدا؟ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو ذكرها نص دولة الرئيس عندما أشار إلى حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي إذا ما تعرض هذا الأمن للخطر وبما يكفل حماية مصالحها ومصالح الأجيال القادمة، وللدولة التي يتعرض أمنها القومي وفقا لهذه المادة للخطر من حقها الدفاع بالأشكال التي تراها مناسبة. طيب مصر أشارت أنه أولاً تعد الإجراءات اللي اتكلم عنها أبي أحمد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك. هنا بنتكلم على انه اللي بتعمله اثيوبيا مثير للقلاقل مع الجيران ومهدد للاستقرار. مهم قوي يا استاذ احمد هنا اتهام نكمل. واضح. ايوه ونكمل السطر الاخير في البيان اننا علينا ان نستثمر في النماء بدلا من ان نتوارث الفقر. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان استمرار اثيوبيا في عانتها سيقود لمواجهه قد تؤدي لانفجار الوضع الاقليمي بما يضر الجميع، ونتوارث الألم والفقر. ماذا يمكن أن ينجو عن المواجهات؟ لا شيء سوى الدمار، ونحن دولة رخاء لمن حولنا، نماء لمن حولنا، نسعى لدعم التنمية في إثيوبيا وقدمنا لها الكثير من الاستثمارات، ونستطيع أن ننظر إلى ما فعلناه مع دولة تنزانيا وهي دولة نيلية مجاورة لإثيوبيا. أنشأنا سد روفيزي أو نعم. سد جوليس نيريري نيريري. بسواعد مصرية وبتمويل مصري، يؤكد أن ما تحمله مصر دائما هي راية بناء ولا نحمل راية شر لأحد، بل بالعكس يعني نحن شعوب حضارية وأثيوبيا نعم تعلم نعم تماما ما هو المطلوب في هذا الموقف. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أخبرني اللي